الصقيع الحمراء فالحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التطبيقات ديال التكامل هذا التمرين منها فرات التمرين الداله الجي المعرفه على المجال السفر زائد المرن بما يلي جي اكس كتساوي التكامل من اكس الاثنين اكس الاكسبونسيال ديال مون تي على تي ديال تي اذا كان اكس اكبر قطعا من الصفر والجي ديال الصفر كتساوي لنا ان ان ديال جوج. السؤال الاول بين ان مهما يكون اكس ينتمي مهما يكون اكس اكبر قطعا من الصفر مهما يكون تي ينتمي الى المجال المغلق اكس اثنان اكس الاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص تي اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص اكس. السؤال اولا باء بين بان مهما يكون اكس اكبر قطعا من الصفر الاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس ان ان دو جوج اصغر او تساوي من جيب اكس اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص اكس ان ان ديال جوج. السؤال واحد جي استنتج ان الداله جي متصل على اليمين في الصفر. السؤال رقم جوج بين ان الجي قابل للاشتقاق على الصفر زائد ما لا نهايه ثم احسب جي بريم ديال اكس من اجل اكس اكبر قطعا من الصفر. السؤال رقم ثلاثة الف بين ان مهما يكون تي اكبر قطعا من الصفر ناقص واحد اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي اصغر او تساوي ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص تي. هنا كاين واحد الاشاره يمكن استعمال مبرهنات الزيادات المنتهيه. السؤال رقم ثلاثة بين ان مهما يكون اكس اكبر من الصفر جي دو اكس ناقص ال ان ديال جوج على اكس محصوره ما بين ناقص واحد والاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص على اكس. السؤال الاخير جي ثلاثة جي استنتج ان الداله جي قابله للاشتقاق على اليمين في الصفر. اذا نبدا بالسؤال الاول بين ان السؤال الاول اولا لنبين ان مهما يكون اكس موجب مهما يكون تي ينتمي الى المجال اكس جوج اكس لدينا الاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص تي اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص اكس ديال ناقص اكس. اذا مهما يكون اذا تي ينتمي الى المجال اكس اثنان اكس يستلزم بان تي محصوره ما بين اكس و اثنان اكس يستلزم بان ناقص اثنان اكس اصغر او تساوي ناقص تي اصغر او تساوي ناقص اكس تستلزم بان الاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس اصغر او تساوي من الاكسبونسيال ديال ناقص تي اصغر او تساوي من الاكسبونسيال ديال ناقص اكس. ومنه مهما يكون اكس موجب مهما يكون تي ينتمي الى المجال اكس جوج اكس الاكسبونسيال ديال ناقص اثنان اكس اصغر او تساوي من الاكسبونسيال ديال ناقص تي اصغر او تساوي من الاكسبونسيال ديال ناقص اكس. وهذا هو المطلوب فهاد المرحلة هادي لأن كنعرفو الدالة الإكسبونسيال تزايدية. إذا بما أن ناقص جوج إكس أصغر من ناقص تي أصغر من ناقص جوج إكس فإن الإكسبونسيال ديال ناقص جوج إكس أصغر أو تساوي نقص من ناقص تي أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص إكس. بالنسبة للسؤال باء هذا أليف السؤال باء بين أن مهما يكون اكس تكامل الاكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس ال ان ديال جوج اصغر او تساوي من جيب اكس اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص اكس ال ان ديال جوج. لدينا دائما غادي نحسب لدينا حسب السؤال السابق او لنبين ان مهما يكون اكس موجب الاكسبونسيال دو ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص اثنان اكس ال ان ديال جوج أصغر أو تساوي من جيل إكس أصغر أو تساوي من الإكسبونسيال ديال ناقص إكس ال إن ديال جوج ال إن ديال جوج. لدينا حسب السؤال
حسب السؤال سؤال ألف مهما يكون X موجب طبعا مهما يكون T ينتمي إلى المجال X 2X الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ناقص T أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص X. بما أن X أكبر من الصفر فإن X المجال فإن 2X أكبر من جوج X ونعلم على أن التكامل يحافظ على الترتيب يحافظ على الترتيب لأن الدالة X الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X متصلة والإكسبونسيال ديال ناقص T متصلة والدالة الإكسبونسيال ديال ناقص X كذلك متصلة وبما أن X أكبر من الصفر والتكامل يحافظ على الترتيب فإن مهما يكون X موجب تكامل من X لجوج X الإكسبونسيال ديال ناقص 2 X تكامل X اللي هي معنا جي تي عفوا ناقص تي إذا هنا مهما يكون X موجب مهما يكون T ينتمي إلى المجال X 2 X الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X على T أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص T على T أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص X على T إذا في هذه الحالة وبما أن التكامل يحافظ على الترتيب فإن مهما يكون X موجب تكامل من X لجوج X الإكسبونسيال ديال ناقص 2 X على T دي دو T أصغر أو تساوي من تكامل من X لجوج X الإكسبونسيال ديال ناقص T على T دي دو T أصغر أو تساوي من تكامل من X لجوج X الإكسبونسيال ديال ناقص X على T دي دو T إذن مهما يكون X موجب إذن عندنا هنا دي دو T إذا الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X هو غير مرتبط بـ T إذا غادي نخرجو الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X التكامل من X لجوج X ديال واحد على T دي دو T أصغر أو تساوي تكامل من X لجوج X الإكسبونسيال ناقص T على T دو دو T هذه هي جي دو X إذا جي دو X أصغر أو تساوي كذلك الإكسبونسيال ديال ناقص صغير غير مرتبط بين المتغير T الإكسبونسيال ديال ناقص X تكامل من X لجوج X ديال واحد على T دي دو T إذا مهما يكون X موجب الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X الدالة الأصلية ديال واحد على T هي ln دو T إن T راها موجبة من X لجوج X أصغر أو تساوي من جي دو X أصغر أو يساوي الإكسبونسيال ناقص T كذلك الدالة الأصلية ديال واحد على T هي ln دو T ما بين معقوفتين ln دو T ما بين X وجوج X إذا مهما يكون X موجب الإكسبونسيال ديال ناقص 2 X هنا هذا ln ديال جوج X ناقص ln ديال X أصغر أو تساوي من جي دو X أصغر أو تساوي من الإكسبونسيال ديال ناقص X كذلك ln ديال جوج X ناقص ln ديال X إذا ln ديال A ناقص B هي ln ديال A على B مهما يكون X موجب الإكسبونسيال ديال ناقص جوج X فوا ln ديال جوج X على X هي ln ديال جوج أصغر أو تساوي من جي دو X أصغر أو تساوي من الإكسبونسيال ديال ناقص X ln ديال إثنان وهذا هو المطلوب السؤال بين أن هذا هو المطلوب السؤال
يستنتج أن الدالة جي متصلة على اليمين في الصفر جيم. سؤال جيم، يستنتج أن الدالة جي متصلة على يمين الصفر، على يمين الصفر. إذا بالنسبة لنا كما كان بالنسبة للاتصال في واحد نقطة، نعلم اللي كاين بين أن دالة متصلة في نقطة، يكفي أن نبين بأن غالبين إكس يقول إذا إكس زيرو ديال جي إكس كتساوينا هي جي ديال إكس زيرو، دونك هذه خصنا نبينو. حسب المعطيات لدينا، جي ديال زيرو كتساوينا هي ال إن ديال جوج. إذا نجيو هنا لنحسو لا ليميت إكس يؤول إلى صفر زائد ديال جي في إكس، إذا خصنا نحسبو خصنا نجبرو بأن كيساوينا ال إن جوج، لأن في السؤال بين أن متصلة. حسب السؤال السابق، لدينا مهما يكون إكس موجب الإكسبونسيال ديال ناقص جوج إكس إل إن ديال جوج أصغر أو يساوي من جي بإكس أصغر أو يساوي من الإكسبونسيال ديال ناقص إكس فوا إل إن ديال جوج فوا إل إن ديال إثنان. إذا غادي نحسبو لا ليميت و ولدينا كذلك لا ليميت إكس يؤول إلى صفر بلس ديال إكسبونسيال ديال ناقص إكس إل إن ديال جوج كتساوينا هي إثنان، هي إل إن ديال جوج، إذن إكسبونسيال ديال زيرو تساوينا واحد. و لا ليميت إكس يؤول إلى صفر زائد الإكسبونسيال ديال ناقص إثنان إكس إل إن ديال جوج كتساوينا كذلك إل إن ديال جوج. إذا الإكسبونسيال ديال زيرو كتساوينا هي واحد كتبقى إل إن ديال جوج. وبما أن هاد الطرف هذا نهاية ديال هاد الطرف هي إل إن ديال جوج ونهاية ديال هاد الطرف هي إل إن ديال جوج، إذا جي إكس كتساوينا لا ليميت هي إل إن ديال إثنان. ومنه لا ليميت إكس يؤول إلى صفر بلس ديال جي إكس كتساوينا هي إل إن ديال جوج اللي كتساوينا هي جي ديال صفر. ومنه جي متصلة على يمين الصفر، على يمين الصفر. إذا هذا هو المطلوب في هذا السؤال. بالنسبة للسؤال رقم جوج، بين أن جي قابلة للإشتقاق على المجال صفر زائد ملامح، ثم تحسب جي بريم دو إكس من أجل إكس أكبر، وهذا هو السؤال المهم. ودائما كيكون هذا السؤال دائما كيطرح هذا السؤال هذا. إذا نبين أن جي يبين أن ثانيا لنبين أن جي قابلة للإشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا بالنسبة لجي عندنا جي ديال إكس، لدينا مهما يكون إكس موجب جي ديال إكس كتساوينا التكامل من إكس لإثنان إكس الإكسبونسيال دو ناقص تي على تي دي دو تي نعلم أن الدالة تي إكسبونسيال ناقص تي على تي متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا كل دالة متصلة فهي تقبل دالة أصلية. ومنه الدالة تي إكسبونسيال ناقص تي على تي تقبل دالة أصلية هادشي متصلة وقابلة للإشتقاق
وقابل الاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. صفر زائد ما لا نهاية. ومنه مهما يكون إكس موجب، الجد إكس كتساوي لنا التكامل من إكس الإثنان إكس ليكسبونسيل ديال موان تي على تي ديال تي، اللي كتساوي لنا هي قلنا جي هي الدالة الأصلية، كتساوي لنا هي جي ديال إثنان إكس ناقص جي ديال إكس. مهما يكون إكس موجب جي ديال إكس كتساوي لنا، لأن جي هي الدالة الأصلية، ولا نقدر نكتبوها جي بين معقوفتين. هاد جي ديال إكس جي دو تي محصورة ما بين إكس و إثنان إكس، إذا كتساوي لنا جي دو إكس هي جي ديال إثنان إكس ناقص جي دو إكس. كما قلنا على أن جي قابلة للإشتقاق، إذا هذه جي ديال جوج إكس هي مركب دالتين، الدالة إكس غادي نسميوها هي في ديال إثنان إكس قابلة للإشتقاق، قابلة للإشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، لأنها دالة حدودية. ولدينا كذلك لدينا في ديال المجال صفر زائد ما لا نهاية كيساوينا هو صفر زائد ما لا نهاية، لأن لدينا الإشتقاق هذه الدالة هي عطينا جوج وهي في بريم هي تزايدية، إذا لا ليميت في زيرو كيعطينا زيرو، لا ليميت في بليس لانفي هي بليس لانفي. إذا هاد الشروط ومنه إكس جي ديال جوج إكس قابلة للإشتقاق، قابلة للإشتقاق اشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. ومنه الدالة جي قابلة قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، لأنها مجموع أو فرق يمكن نكتبوها هنايا، لأن فرق ومركب دوال قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق قابل للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن مهما يكون إكس أكبر من الصفر، جي بريم ديال إكس كتساوي لنا هي جي ديال إثنان إكس ناقص جي ديال إكس الكل بريم، اللي كتساوي لنا إذا كان نعلم أن بالنسبة للدرس لدينا جي رون إف بريم، كتساوي لنا هي إف بريم فوا جي بريم دو إف دو إكس، ديال هذه القاعدة غادي نطبقوها على جي ديال إثنان إكس. إذا الاشتقاق ديال جوج إكس هو جوج، والاشتقاق ديال جي بريم، لأن جي ديال جي بريم قلنا هي جي بريم ديال إكس هي ليكسبونونسيال ديال ناقص إثنان إكس على إثنان إكس ناقص ليكسبونونسيال ديال ناقص إكس على إكس، اللي كتساوي لنا هي ليكسبونونسيال ديال ناقص إثنان إكس ناقص الإكسبونسيال ديال ناقص إكس على إكس، لأن جوج كنختزلها مع جوج. إذا مهما يكون إكس موجب، الجي بريم ديال إكس تساوي هاد المساوي، إذا الجي الإكسبونسيال ديال ناقص جوج إكس ناقص الإكسبونسيال ديال ناقص إكس على إكس. إذا بالنسبة للسؤال ثلاثة بين أن مهما يكون إكس، سؤال ثلاثة ألف بين انه مهما يكون تي موجب ناقص واحد اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي اصغر او تساوي من ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص تي. اذا هنا بين قوسين يمكن استعمال
مباراهنات تزايدات المتساويه. اذا غنديروا هنا واحد التذكير، مباراهنات ديال مباراهنات، مباراهنات التزايدات المنتهيه ولا نكطيرون دي فالور ها تيرون دي زاكروسمون فيني، تيرون دي زاكروسمون فيني دائما، لان هذا الرمز هذا هو معروف. كتكون عندنا اف متصله على المجال أبي مغلق، و F قابلة للإشتقاق على المجال أبي مفتوح. إذا نقول يوجد واحد C ينتمي إلى أبي مفتوح، بحيث F دو B مو F دو A ناقص F دو A كتساوي لنا هي B ناقص A و F بريم ديال C، اللي هي ورقة تزايدات المتساويه. إذا قابلة للإشتقاق على المجال المغلق، متصل على المجال المغلق وقابلة للإشتقاق على المجال المفتوح. إذا يوجد واحد السي كيتساوي لـ أبي، بحيث إف دو بي ناقص إف دو أ كتساوي لنا بي موان أ فوا إف بريم دو سي. إذا ثالثا ألف لنبين بأن مهما يكون بي، لنبين أنه مهما يكون تي موجب، مهما يكون تي موجب ناقص واحد أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال موان ناقص الإكسبونسيال ديال ناقص تي. إذا بالنسبة لنا، بالنسبة لهذه المباراة التزايد المنتهية، خصنا أولا نختار المجال، ثانيا خصنا نحددو الدالة اللي غادي نطبقو عليها المباراة التزايد المنتهية. تزايدات المنتهية لدينا تي أكبر من الصفر. إذا نأخذ المجال هو كتساوي لنا هو صفر تي، ونأخذ الدالة التي نطبق عليها مباراة تزايد المنتهية هي اف دو تي كتساوي لنا الإكسبونسيال ديال ناقص تي. F دو تي ناقص تي. إذن نعلم أن تي الإكسبونسيال ديال ناقص تي متصلة على المجال، هي متصلة على R، وبالتالي فهي متصلة على المجال صفر تي. وكذلك تي الإكسبونسيال ديال ناقص تي قابلة للإشتقاق على المجال مفتوح زيرو تي. اذا هذا هو الشروط ديال مباراه التزايد المتساويه، ومنه حسب مباراهنات التزايدات المنتهيه يوجد واحد السي ينتمي الى المجال زيرو تي، بحيث اف دو تي ناقص F ديال الصفر كتساوي لنا هي T ناقص صفر مضروبة F بريم ديال C. F بريم ديال C. إذا يوجد واحد C كينتمي للمجال زيرو T، بحيث F دو T هي الإكسبونسيال ديال ناقص T، الإكسبونسيال ديال زيرو هي ناقص واحد، اللي كتساوي لنا هذه هي T F بريم دو C. إذا يوجد واحد T، واحد السي كينتمي لنا المجال صفر تي، الإكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي كيساوي لنا هو اف بريم دو سي. ولدينا كذلك لدينا كذلك مهما يكون تي ينتمي إلى R، عندنا اف بريم دو تي كتساوي لنا هي ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص تي. اذا يوجد واحد السي كينتمي للمجال صفر تي، بحيث الاكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي تساوي
ناقص الاكس لنصير ديال ناقص سي، هنا غادي نعوضو هنا سي عوض هذا الشقة كذلك. إذا لدينا سي، سي تنتمي إلى المجال صفر تي، تستلزم بأن سي محصورة ما بين صفر و تي، إذا خصنا ناقص سي غادي نقطعوه ناقص سي، هي ناقص تي أصغر ناقص سي أصغر من صفر. إذا تستلزم بأن الإكسبونونسيال ديال ناقص تي أصغر من الإكسبونونسيال ديال ناقص سي أصغر من الإكسبونونسيال ديال زيرو لأن هو واحد. يساوينا واحد، إذا تيستلزم يستلزم بأن ناقص واحد أصغر من ناقص الإكسبونونسيال ديال ناقص سي أصغر من الإكسبونونسيال ديال ناقص تي. تستلزم لأن غادي نعوضو بهذا الإكسبونونسيال، أن الإكسبونونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي محصورة ما بين ناقص واحد والإكسبونونسيال ديال ناقص تي، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. وهذا هو المطلوب. إذا بالنسبة لنا تستلزم بأن ناقص واحد أصغر أو مهما يكون تي موجب، إذا مهما يكون تي موجب ناقص واحد أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص تي. السؤال ثلاثة باء بين بأن مهما يكون x موجب ناقص واحد أصغر أو تساوي جذر x ناقص ln ديال جوج على x أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص جوج x ناقص الإكسبونسيال ديال ناقص x على x. سؤال ثلاثة باء حسب السؤال السابق لدينا مهما يكون تي موجب ناقص واحد أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي أصغر أو تساوي الإكسبونسيال ديال ناقص تي. إذا كما قلت أن التكامل يحافظ على الترتيب، لأن يحافظ على الترتيب، ولدينا هذه دالة ثابتة فهي متصلة، وكذلك هذه دالة متصلة وهذه دالة متصلة. إذا مهما يكون تي موجب، ولدينا كذلك إكس، لدينا إكس أكبر من الصفر، أي اثنان إكس أكبر من إكس، والتكامل يحافظ على الترتيب، إذا تكامل من جوج إكس إكس الإثنان إكس ديال ناقص واحد أصغر أو تساوي من إكسبونونسيال ديال ناقص تي ناقص واحد على تي من إكس لجوج إكس ديدو تي أصغر أو يساوي التكامل من إكس لجوج إكس الإكسبونونسيال ديال ناقص تي ديدو تي ديال ناقص x ديال تي. إذا التكامل ديال هاد هي ناقص واحد عامل ديال جوج x ناقص x أصغر أو تساوي غادي نفرقو هاد التكامل x اثنان x الإكسبونسيال ديال ناقص تي على تي ديال تي ناقص تكامل من x لجوج x الإكسبونسيال ديال ناقص تي إكسبونسيال ديال ناقص واحد على تي ديد تي إذا غادي نحاول نكملو هنايا ديد تي أصغر أو تساوي من التكامل ديال إكس لجوج إكس الإكسبونسيال ديال ناقص تي ديد تي
إذا كتعطينا هنا ناقص إكس تستلزم بأن ناقص إكس أصغر أو يساوي هذا التكامل من إكس لجوج إكس هو هي جي دو إكس جي دو إكس ناقص التكامل بأن الدالة الأصلية الدالة الأصلية ديال إكس ديال واحد على ت هي إل إن دو ت ما بين إل إن دو ت ما بين إكس و جوج إكس اللي هي أصغر أو تساوي أصغر أو تساوي لأن الدالة الأصلية ديال إكسبونسيال ديال إكسبونسيال ديال ناقص إكس هذه راها ناقص إكس لدينا ناقص إكس إذا هنا عندنا ناقص إكس هنا غتكون عندنا ناقص إكس إذا التكامل هو ديال إكسبونسيال ديال ناقص تي ما بين إكس و إثنان إكس تستلزم بأن ناقص تي أصغر من جذر إكس ناقص ln ديال كما شفنا من قبل هي ln ديال جوج اصغر او تساوي الاكسبونسيال ديال ناقص 2 اكس ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص اكس اذا تستلزم مهما يكون اكس موجب ناقص واحد اصغر او تساوي جذر اكس ناقص ln ديال 2 على اكس اصغر او تساوي من الاكسبونسيال ديال ناقص 2 اكس ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص اكس على اكس اذا هذا هو مطلوب اذا ثالثا ج ثالثا ج يستنتج ان الداله ج قابله للانشقاق على اليمين في الصفر الداله ج قابله للانشقاق على اليمين في الصفر لدينا الجي ديال زيرو كتساوينا ال ان ديال جوج اذا لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد ديال جي دو اكس ناقص الجي ديال صفر على اكس تساوي لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد ديال جي دو اكس ناقص ال ان ديال اثنان على اكس كنلاحظوا هذا معدل صغير هو اللي محصور ما بين ناقص واحد وهذا الاكسبونسي ديال ناقص جوج اكس ناقص الاكسبونسي ديال ناقص اكس على اكس معناها خصنا نكسبوا النهايه ديال هذا ونشوفها كتساوينا واش ناقص واحد لدينا حسب السؤال السابق مهما يكون اكس موجب ناقص واحد أصغر أو يساوي من جي دو إكس ناقص ال ال إن ديال جوج على إكس أصغر أو تساوي من الإكسبونسي ديال ناقص إثنان إكس ناقص الإكسبونسي ديال ناقص إكس على إكس إذن ولدينا كذلك لليميت إكس يؤول إلى صفر زائد ديال ناقص واحد هي ناقص واحد هو ولدينا كذلك لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد الاكسبونسيال ديال ناقص 2 اكس ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص اكس على اكس تساوي لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد غادي نضربوا في الاكسبونسيال ديال جوج اكس هنا وهنا هي الاكسبونسيال ديال جوج اكس جوج اكس غتعطينا هي نضربوا هنا جوج اكس عامل ديال الاكسبونسيال ديال ناقص 2 اكس ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص اكس على اكس الاكسبونسيال ديال جوج اكس اللي كتساوينا هي لا ليميت اكس يؤول الى صفر بلس فانا هي واحد ناقص الاكسبونسيال ديال اكس على اكس الاكسبونسيال ديال 2 اكس اللي كتساوينا هي لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد ديال واحد ناقص الاكسبونسيال ديال اكس على اكس مضروبه في واحد على الاكسبونسيال ديال 2 اكس اللي كتساوينا هي لا ليميت اكس يؤول الى صفر زائد ديال ناقص الاكسبونسيال ديال اكس ناقص واحد على اكس مضروبه في واحد على الاكسبونسيال ديال 2 اكس وهذه معروفه عندنا في الدرس هي
عندما يقول x الى صفر زائد هي x كونسيدير x موينس على x كتساوينا هي 1 هذه هي 1 وهذا هو 1 اذا كتساوينا هي ناقص 1 في 1 اللي كتساوينا هي ناقص 1 ومنه لا ليميت x يؤول الى صفر زائد ديال جي دو x ناقص ln ديال 2 على x كتساوينا هي ناقص 1 اللي كنسمي الى r وبالتالي فان الداله قابله للاشتقاق ومنه الداله جي قابله للاشتقاق قابله للاشتقاق على يمين الصفر على يمين الصفر و f بريم دروا f بريم دروا ديال زيرو كتساوينا هي ناقص 1 اذا كما قلت بالنسبه لهذا التمرين هذا وفيه مجموعه ديال الدروس مجموعه عندك الاتصال الشقاق التكامل مباراهنات الزيادات المنتهيه اذا فهو تمرين شامل كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا والسلام عليكم.